رأيت إني داخل كنيسة، وزي ما يكون البابا بتاعهم واقف على مصلية من بتاعتنا بيؤدي صلاته هو، ومعرفش بقى بيعترف ولا إيه. وبعدين أنا قلت من جوه إيه، أنا مش هقول جوايا غير إني أشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وجيت أخدت المصلية، فواحدة من المسيحيات بتبص إزاي المصلية دخلت هنا، قلت لها لسه باباكي كان بيصلي عليها، فسكتت. ده اتحاد ما بين المسلمين والمسيحيين، وفعلا هيبقى فيه استغراب كبير جدا جدا هيحصل من ناس كتيرة جدا، او من في العالم، استغراب هيحصل في العالم في اتحاد. ويا رب الاتحاد يكون اتحاد طيب، يا رب يا رب يا رب يا رب، وربنا يسترها. لان في رمز كده بصراحة ضايقني، مش عايزة أوقعه لأنه حدث بيخص حاجة تخص الأعمار، وربنا يسترها يا رب، والله أعلم.